بالأمس حقيقة كان لابد نحكي عن هذا الموضوع، لكن حدث الظروف جعلتنا أنه ما نستطيع نحقق التواصل. يبدو أنه كان في انشغال من طرف المتصل، لكن وعدنا أنه اليوم يكون معنا. هو بالفعل معنا، معنا الأستاذ حسام سرحان، عضو اللجنة الاستشارية بولاية هاتاي. أستاذ حسام يسعد صباحك يا رب. صباح الخير أستاذ بلال، كل جميع الأخوة المستمعين، وكل عام وجميع السوريين والعمال بخير. الله يكرمك ويفتح عليك يا رب. أستاذ حسام، بصفتكم عضو في مجلس إدارة في تجمع المحامين السوريين، تواصلتوا مع الجانب التركي لمعبر باب الهوى مشان نشوف شو هو آخر تحديثات فيما يتعلق بلم الشمل وزيارة العيد عفوا. شو أهم النتائج هذا الاتصال؟ ما هي أهم المعلومات التي حصلتم عليها واللي بالفعل ممكن تنور السوريين، توضح لهم الطريق، يعرفوا معلومات، يتجنبوا العديد من الأخطاء، يوفر وقت وجهد؟ تفضل أستاذي. نعم نعم أستاذ بلال، في الآونة الأخيرة يعني أعيد نشر فيديو يتحدث فيه عن موضوع لم الشمل و السماح بلم شمل الوالدين. نعم. والحقيقة أن هذا الفيديو هو عبارة عن فيديو قديم صدر عن الإذاعات الفضائية السورية، فهو قديم جدا منذ حوالي 3 سنوات، ولكن عيد تداولي في هذه الفترة حقيقة، وأتتنا اتصالات كثيرة تسأل فيما إذا تم إعادة قبول طلبات لم شمل للوالدين. فبادرت الاتصال بمدير مكتب والي معبر باب الهواء، أكد لي أن هذا الكلام قديم جدا ولا أساس له من الصحة، وقرار لم الشمل لا زال على حاله ذاته، هو قبول طلبات لم الشمل للزوج والزوج والأولاد. نعم. طبعا شروط معينة، وعبر موقع إلكتروني تحدثنا عنه أكثر مرة عبر إذاعة مسك وإذاعة أخرى. نعم. هذا فيما يخص لم الشمل. أما الموضوع الآخر وهو إجازة عيد، حتى تاريخ البارحة لم يتم إقرار أي شروط للتقديم أو للموافقة على إجازة عيد الفطر. نعم. حقيقة هذا لا يعني أنه سيتم إلغاء، إنما هي يعني هي صارت روتين سنوي، إنما حتى هذا التاريخ لم يتم تحديد الشروط وفور الموافقة على تقديم طلبات إجازة العيد. سيتم إخبارنا ونحن بدورنا سنحاول نشر ذلك إما عبر صفحات فيسبوك أو الإذاعات. طيب هذا يعني كم يحتاج من وقت تعتقد أستاذ حسام للحصول على هذه المعلومات؟ حقيقة يعني هي تحتاج اجتماع إدارة المعبر مع السيد الوالي، ربما يعني تكون على بداية شهر رمضان. بداية شهر رمضان، يعني عم نحكي عن الأسبوع القادم نحن بإذن الله تعالى. يعني 10 الأوائل من شهر رمضان أعتقد يعني التعليمات التنفيذية لإجازة العيد يعني راح تكون واضحة لجميع السوريين. شكرا جزيلا أستاذ حسام سرحان، عضو اللجنة الاستشارية بولاية هاتاي، أشكرك على هذه المداخلة، حياك الله. شكرا أستاذ بلال، حياكم الله.